فضيلة الشيخ، هل ورد دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ نعم، روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى أو كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هكذا جاء في البخاري. سمعت؟ طيب، في الصلاة، في كل الصلاة يستثنى من هذا السجود، علل ليش؟ لأن اليدين كليه على الأرض، ويستثنى من هذا الجلوس لأن اليدين على الفخذين، ويستثنى من هذا الركوع لأن اليدين وش بقي؟ القيام قبل الركوع وبعده، هذا الدليل واضح؟ الحمد لله.